زعلان؟ اللي معادي كده؟ مستنيك. مستنيني هنا؟ بتستنيني جوه؟ أنا مش عايزة حد يسمعني وأنا بتكلم معاك، عايزة أتكلم معاك لوحدك. تاني حنان؟ بص بقى يا عربي يا ابن ماجدة، النهاردة أنا جاية أقتلتك ومش هموت المرة دي لوحدي، هقتلك وهقتل نفسي لو ما بقيناش لبعض. وأنت فاكرة إني سهل على أنساكي؟ أنا مش قادر أعدل اللي حصل. غلطة، غلطة والله العظيم، غلطت واعترفت بغلطتي وتعلمت منها ومش هكررها تاني، ولو غلطت نص غلطة نص غلطة بعد كده أقطع من لحمي الحي وأنا راضية، أنا راضية ومش هقولك أنت بتعمل إيه. يا عرب أنا حاسة إن أنا ولا حاجة من غيرك، حاسة الدنيا كلها من غيرك ملهاش لازمة. وبعدين يا أخي ده أنا روحي هانت علشانك. حرام عليك بقى، حرام عليك. أنا شارياك لآخر لحظة، بلاش تحسسني إن أنت بايعني ومرخصني قوي كده. بس معاش اللي رخصك يا حنان، أنا هتجوزك. أنت بتتكلم جد؟ أنت بتتكلم جد؟ ها؟ بتتكلم جد؟ بتتكلم جد ولا بتاكل بعقلي حلاوة؟ قول قول قول. أطمع أحسن من ناحيته، هتجوزك يا بنت وأخلص. يا حبيبي يا رب، أنت أجدع راجل في الدنيا والله العظيم، والله لو سمحت. التصني التصني بالقلب، التصني التصني التصني، قول إن أنت بتتكلم جد. يا بنت يا ريس يا ريس هتجوزني. بس ضحينة. طب خلاص أهو أهو. وانت مالك بتترقش كده ليه؟ وانا لما اتجوز بقى واتقفل علينا باب واحد يا بنت بطلي خيابه. لا ده احنا لما نتجوز تقفل علينا باب واحد، انا هفتح الشباك كل ثانيه كل ثانيه، زغرت زغرت في الشارع كده واقول ان انت اتجوزتني، واقول للناس بحبه بحب بحبك يا رب، بحبك والله 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 بحبك والله العظيم، وانا بحبك والله وانا بحبك. بتتكلم كده صح؟ صح. امسكي دول، خدي الفلوس دي كملي بيهم جهازك، كل اللي انت نفسك فيه هاتيه. قدامك اسبوع واحد يا حنان تكوني مخلصه كل حاجه. أقل لو اتاخرتي ارجع في كلامي. اقل من اسبوع ترجع في كلامك ليه؟ طب اقول لك ايه؟ ايه؟ اجيب بوسه. الشغل بقى ده انا ما بحبوش بقى الشغل. بوسه يا عبد. طب خلاص هقول للناس انت متعرشه. اتجوزوا اتجوزوا. بحبك يا حنان. انا بحبك 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 بحبك. يا بنت مجنونه. خليني كده بتسف ايه؟ ما الحبتين وقالة. يا هلا يا هلا يا عم ربوعه محترم. برضك واقع في غرام المضروب انت، ده سبرته يا عم. قلت انا بتاعكم، مش انت ابوك اللي بتضربوه؟ طول عمرك يا دمك شربات وعسل. يا سمير يا مات على عجل يا ابني، الازازه بتاعتي ده واجب مني ليك. الفاخر للفاخر. وهي من امتى الحدايه بتحدف كراكيب؟ لما يجي الشوق يا خفيف. العجله سمرة. هي بشوات بقى بس عليهم. بس غريبه قوي يا رباح، يعني جاي انت والمتر؟ يا ترى عرب عارف ان انت جاي متر ولا ايه؟ ولا جاي من وراه؟ ليه يا مرح؟ وانا كنت باخد منه الاذن قبل كده ولا ايه؟ ولا يكونش هو ضحك عليك ومفهمك كده؟ عايزين ايه؟ الراجل عايز مصلحتك. بص يا محسن، رباح كان عايز يكلمك في كلمتين، اسمع بقى منه الكلمتين وحطهم في عقلك ووزنهم، عشان الفرصة لو ضاعت انسى انها ترجع تاني. سلم لسانك. جاي معاك القصة دي؟ لا والله أنا جاي لوحدي. أبوس إيدك، بطلوا تشقطوا لبعض وهاتوا من الآخر. وماله؟ عايز طرف الخيط بتاع حوار الآثار، والبكرة لما تكر أنا وأنت هنستفيد، ولا مؤاخذة يعني بدل ما أنت شغال أوجري عند عرب وعند المعلم، هعتبرك شريك معانا. لا مؤاخذة أنا مش عارف أنت بتتكلم على إيه، يعني قصة الآثار دي أنا مش فاهمها والله. محسن ما تلفش وتدور علينا، أنا وأنت عارفين كويس إن عبد ربه شغال في الآثار، وعرب هو اللي بيسلك له الدنيا، وعرب سره معاك أنت. طب لما أنت عارف إن عرب سره معايا، أكيد عارف برضه إن أنا عمري ما هبيع صاحبي. ومين قال إنك هتبيع صاحبك؟ ده شغل والسوق مفتوح، وعموما أنت كل اللي عليك تحط رجلنا على أول الطريق. أحط رجليكوا على أول الطريق. أفكر جدع يا
عارف لو انت كنت قلت حاجه غير كده انا كنت هقلق منك. لازم تفكر بس ما تعوقش عشان انا ما عنديش وقت. واجب مني ليك روح شبرق نفسك كده وهاد لك هدمتين بدل الجاكيت المخاربه ده يا مخاربه.